اوكي، في تشابتر 5 رح نحكي عن سكيل 2 يلي هي الانفيتيشن، يلي هي الدعوه، مهاره الدعوه. بمهاره الدعوه بيقول إريك واري انه هي اهم مهاره بالنتورك ماركتينج، هي اهم مهاره لازم الشخص ليكون بروفيشنال لازم يتقنها. بيقول إريك واري الانفيتيشن هي البوابه لشغلك. اوكي، اغلب الاشخاص لما يبلشوا بالنتورك ماركتينج بيعتبروا انه هن ليقدروا ينجحوا او ليقدروا انه الناس يردوا على الانفيتيشن تبعهم لازم هن تكون سمعتهم كتير منيحه او لازم يكونوا هن مؤثرين بالمجتمع، سو ذات انه هودي الناس بيصيروا بياخذوا الدعوه تبعهم على محمل الجد. اوكي، بس بقول لك ريكوري انه انا لما بلشت بالنتورك ماركتينج كنت بخلص ثانوية جديد وكنت مشتغل بكتير جوبز وفاشل فيها وما كان معي ولا ليره بجيبتي. سو اول اوف ذس يعني بيقولوا لك انه انا ما كنت انسان عندي تاثير بالمجتمع وبس بهذا الوقت كنت عم بعمل انفيتيشن، بس ما كان عندي هيدي المهاره للانفيتيشن، ما كان عندي مهاره الدعوه. سو انا اللي كان ينقصني بالمهاره عوضته بالارقام. سو صرت يعني كتر الارقام تبعي، دقيت لكل الناس اللي بعرفهم، عملت اعلانات بالصحف، عطيت البروشورات، كنت كأني عم أصطاد الناس. أوكي، سو كنت كأني أنا صياد وعم أصطاد الناس، كأنه معي فرد وعم أوسع عليهم بهالفرصة اللي عم بعطيهم إياها. ما كان عندي هم إني أبني علاقة مع هؤلاء الأشخاص. سو أنا كان عندي المبدأ اللي كنت ماشي فيه إنه بعضهم رح يسجل، البعض الثاني ما رح يسجل. أوكي، شو بيصير؟ I will go to the next. أوكي، بس لأنه أنا كنت عم بتعاطى معهم كأني صياد، كأني as a hunter. سو كل الناس كانوا عم بيشعروا أني كأني أنا عم اتصيدهم، سو هني عم يهربوا مني. بس لما بلشت راقب الناس اللي ناجحين بالنتورك ماركتينج لقيت انه هود الناس هني they are not hunters، هني منن صيادين، ولكن هني بيشبهوا كتير المزارعين. إن بيبنوا علاقات صحيحة مع الناس، بيبنوا صداقات مع هود الناس، so they build trust. فإذا هن بيبنوا الثقة بينهم وبين الناس. so فإذا نحن as consultants كمستشارين بالnetwork marketing، نحن كprofessionals بالnetwork marketing، أول هدف عنا إنه نحن نثقف هود الناس اللي حوالينا. اوكي، فاذا نحن بدنا نعطيهم هيدي الثقافه، بدنا نعطيهم هالاديوكيشن اللي نحن عندنا اياهم لنساعدهم ياخذوا القرار. فاذا بدل ما نحن نتعامل معهم كانه نحن شاركس، كانه نحن سمكه القرش اللي بدها تاكلهم، اوكي، نحن لازم نتعامل معهم as if we are coaches، كانه نحن مدربين، كانه نحن مستشارين، بدنا نبني معهم علاقات منيحه. اوكي، فاذا and so لما نبني هيدي العلاقات من خلال هيدي العلاقه رح نعطيهم حل لمشاكل. هل لحتى لي انا بلش اعمل انفيتيشن على النتورك ماركتينج، اول شغله بدي اعملها بدي ادعي على حدث صاير بشغلي، اما هيدا الحدث هو لقاء، اوكي، ممكن يكون تليفون بين ثلاث اشخاص، ممكن يكون ببيت برزنتيشن صغيري بقلب بيت، ممكن يكون اونلاين ويبينر، اونلاين ويبينر مثل اللي نحن عم نعملهم، وممكن يكون لقاء باوتيل، اوكي، وممكن يكون حدث ضخم عملته الشركه. اوكي، هلا
بيقول آل كوري إنه شغلة كتير مهمة إنه الـ professionals بيعرفوا إنه الـ direct interaction بين الناس هو كتير مهم تنبني الثقة. يعني إذا نحن عم نشتغل face to face بلقاء على الأرض، هيدا الشيء بيساعدنا كتير كتير إنه نبني ثقة. شغلة التانية اللي بدنا نعوزها هي التولز، تولز الأدوات اللي بين إيدينا. تولز شو ممكن يكونوا؟ هلا هو عم بيقول على أيامه كانوا سيديات أو كانوا مجلات أو كانوا بروشورات، أوكي؟ كل هودي أو أونلاين برزنتيشن. Okay. هلا التولز اللي نحن بين ايدينا، فينا نستعمل فيديوز، فينا نستعمل دي ام او، فينا نستعمل الميتينجز، الفولو اب، اول اوف ذيس. اوكي، سو بس بيرجع بيقول لك، باكد لك اريك واري، انه انت لو قد ما عزمته على ميتينجز وهيك، بتضل الفيزيكال ميتينج انك انت تلتقي فيه وجه لوجه هي الافضل. اوكي، لأنه هي بتساعدك أنه تبني هيدي الثقة، بتبين أنه هيدي الثقة هي حقيقية. أوكي؟ So, بقول أريك واري أنه هو لما استعمل tools تبعه، أوكي؟ كتير كتير ساعدوه، يعني هم عملوا له تغير بالإنفيتيشن تبعه. بس بيقلك هلأ بالنسبة للميتينج، أنه نحن عم نقول أهم شيء إنه نعمل ميتينج على الأرض، إنه يصير في دايركت كونتاكت بيننا وبين الأشخاص لنبني هيدا الثقة. بس هيدا الميتينج على الأرض بضل عنده مشكلة صغيرة، إنه هو صعب إنه الشخص يعمل كونفرميشن، يأكد إنه بده يحضره. أوكي، لأنه بيكون في ناس عندها شغل، بيكون بلا 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 كل هودي الأشياء. أوكي، بس نحن دايما دايما لازم نتذكر بالإنفيتيشن أو قبل ما نعمل الإنفيتيشن، إنه نحن بدنا نثقف هودي الناس، نحن بدنا نساعدهم يفهموا كيف فيهم يغيروا حياتهم من هيدي الفرصة. أوكي، هلا بيرجع بيحكي عن التولز، انه هو اكثر شيء غير له حياته لما عمل سي دي، وهذا السي دي كان ما في مشكله فيه، لانه الناس بيقدروا يستمعوا بالسياره، بيقدروا يسمعوا وين ما كان. هذا السي دي كانوا يبيعوه هن بايع، حقق مبيعات كثير عاليه. فالتولز يلي كان عم يستعملها، بنرجع لهم انه هن غيروا له حياته. اوكي، بيرجع بيقول لك انه انت لحتى تعمل انفيتيشن مهمه، كثير مهم انه تعمل الدي ام او تبعك، تعمل الديلي ميثود اوف اوبريشن، وتتاكد انه انت مش عم تصطاد الناس، مش عم تصطاد الناس ولا عم تخدعهم او عم تنصبهم. اوكي، وانه انت دائما دائما تاكد انه تبني هيدي الثقه بينك وبين الناس. الهدف تبعك ما يكون انه انت تعمل ريكروتينج، يكون الهدف تبعك انه انت تثقفهم لهودي الناس. اوكي، ونحن بالاخر هدفنا الاساسي انه نحن نجيب مجموعه كبيره من الاشخاص، وهودي الاشخاص فيهم يعملوا سيمبل ثينجز، يعني يعملوا اشياء كتير صغيره بس كونسيستنت، يعني لوقت طويل. اوكي، هلا بالانفيتيشن، الرول تبع الانفيتيشن، الرول نمبر 1، القانون الاول للانفيتيشن، انه انت لازم تفصل مشاعرك عن الاوتكم، يعني عن الجواب اللي راح يقول لك اياه هذا البروسبكت. تذكر دائما انه نحن هدفنا هو تثقيف الاشخاص، وانه نحن نستوعبهم. اوكي، هلا بيقول لك انه اوكي انا عم اقول لك افصل مشاعرك، انت راح تحس انه اوكي اتس ايزي انا بفصل مشاعري، بس It's not easy. هي مش سهلة ولا شوي. كلنا بهيدا البزنس متأملين إنه نعمل ريكروتينج لناس كتير مهمين يساعدونا. هي صعبة إنه نحنا نعمل ديتاش أو نبعد المشاعر تبعنا عن هالفيدباك أو هالأوتكم اللي بدها تجينا، بس لازم نتذكر دائما إنه نحنا مش هانترز، نحن مش صيادين، نحن مستشارين. اوكي، فاذا
لازم نركز انه نعمل education، انه نثقف هيدا الشخص، انه نستوعبه. فاذا بقول لك اذا انت ركزت انه انت تجيب كاستمر او ديستريبيوتر، رح تلاقي انه كل هالناس عم يهربوا منك. بينما اذا انت ركزت انه تثقف هودي الاشخاص وتعطيهم هالثقافه النتورك ماركتينج، انت رح أول شيء you will have fun، رح تلاقي حالك كتير عم تنبسط بهذا البزنس، ورح تلاقي إنه البروسبكتس رح يوثقوا فيك ورح يسجلوا. تاني رول بالإنفيتيشن be yourself، just focus on being yourself. دايما دايما أنت ما تتصنع، ما تتحول لشخص تاني وأنت عم تعزم، خليك أنت ذاتك، خليك أنت الشخص الطبيعي اللي الناس بيعرفوه بكل الحالات. رول نمبر 3، ثالث قانون، انه وانت عم تعزم لازم يكون عندك باشن، لازم تكون تفرجيهم لهودي الناس انه انت متحمس، تفرجيهم انه انت عندك شغف، تفرجيهم انه انت مفوكس معهم، اوكي؟ وكثير حلو انه انت مثلا تسمع موتيفيشنال او تعطي شيء، تعمل شيء يعطيك انرجي بجسمك. او اهم شيء قبل ما تبلش الانفيتيشن توك، قبل ما تبلش على الانفيتيشن سمايل، قبل ما تبلش الانفيتيشن وانت عم تعمل الانفيتيشن سمايل، حتى لو الشخص مش سامعك بس رح يشعر بهيدي الانرجي. رول نمبر 4 اللي هي رابع رول عنا، رابع قانون، انه انت عم تعمل الانفيتيشن لازم يكون في عندك strong posture، be bold، تكون انت هالشخص المؤثر، كون واثق من حالك، كون قوي، اوكي؟ شوفوا بيعطيكم هون مثل إريك واري، بيقول لك يس، بيقول لك انت بدل ما تعزم تقول شوف انا كان عندي كثير جوبس بحياتي، كثير انه مرقت بكثير، شو يعني جوبس، مرقت بكثير شغل، عملت كثير اشغال بحياتي، وانا هلا عم شوف انه فتت بهيدا البزنس وان شاء الله يمشي حالي. انت اذا قلت هيك رح يكون الانرجي تبع هيدا الانفيتيشن كثير واطي. بينما اذا بتجي بتقول له للشخص شوف أنا مريض، أنا تعبان من حياتي، أنا عانيت كتير بحياتي، بس أنا أخذت القرار أنه رح أخذ، رح أعمل التغيير ورح غير حياتي من هيدي البزنس، وأنا بدي إياك معي تكون بهيدي البزنس. فأدي تغير البوستشور، أدي تغير الكونفيدنس بصوتك، أدي الانرجي تبع هودي الكلمات أكتر، يعني أقوى. فدايما دايما وأنت عم تعمل الانفيتيشن كون واثق من نفسك، كون قوي، build your posture، كون احكي بطريقة confident، دايما كون واثق من نفسك، بس انتبه ضلك انت ذاتك، يعني ما تتصنع كتير، يعني عم بيقول لك be yourself، كون انت ذاتك بس كون strong، كون bold، كون قوي، كون واثق من حالك، اوكي؟ هلأ بدنا ننتبه كتير مهمة انه الانفيتيشن ممنوع تكون تكستينج او ميلينج، ممنوع، ممنوع انا ابعت مسج انفيتيشن، ما حدا رح يعبرني. الانفيتيشن لازم تكون او فيس تو فيس، يعني انا قاعده قدام الشخص عم خبره، او الانفيتيشن لازم تكون على فون كول، اوكي، اني انا دق للشخص. هلا الانفيتيشنز، قوانين الانفيتيشن، اول شيء بي ان ا هاري، مش ما تمد حديث 20 ساعه مع الشخص. كومبلمنت ذا بروسبكت، دايما دايما اعطيه دعم، او اعطيه مثل اعطيه للشخص، قل له الصفات الحلوه فيه، اوكي، كومبلمنت ذا بروسبكت. ثالث شيء اعمل الانفيتيشن وقل له اذا بعثت لك اللينك رح تحضر. بدك تعمل بقلب الانفيتيشن 3 كونفيرميشنز، 3 تاكيدات، هاي كثير شغله مهمه. بدك تعمل 3 تاكيدات، اول تاكيد انه انت بدك تتاكد انه هو رح يحضر على الوقت، ثاني كونفيرميشن بدك تتاكد انه هو اول شيء get the time commitment، يعني خد الوقت اللي هو بيقدر يحضر فيه، ثاني شيء تاكد انه هو راح يحضر، وثالث شيء خد انه confirmation انه انت راح ترجع تدق له بعد ما يحضر الميتنج او بعد ما يحضر البرزنتيشن، and then اخر شيء طلع من الكول، اوكي، ما تمد حديث مع
اوكي هلا وي ويل ديسكاس كل وحده منها بالنكست فيديو.